الهدف؟ شنو الاتجاهات اللي واضحها حمزة القريشي للوصول إلى الهدف؟ يعني هو سؤال مهم جدا. احنا كرسالة إعلامية أعتقد سامية، أعتقد ما تختلف عن هدفك وهدف المقدمين الآخرين وهدفي يعني، أنه دائما نكون طامحين لأن يكون العراق ورياضة العراق في أعلى المقامات وأعلى المستويات. فهدفنا الرئيسي هو تقويم الرياضة التي تهالكت ونخرت كثيرا، وأعتقد أنه مهما نتحدث احنا كإعلام ما ممكن أن نأثر بالمسؤول الرياضي سواء كان المدني أو الحكومي، لأنه المنصب جميل والتجارب تكررت من خلال الإخفاقات المتكررة ولا حياة لمن تنادي. في حين أنه مثال الجزائر خرجت من كأس العالم، استقال الاتحاد الجزائري بعد لحظات من خروجهم المؤلم. لا، قبل لا نتشعب، توقف طموح حمزة القريشي إعلاميا لو ما زال الشغف موجود والطموح والبحث عن الذات؟ بالعكس لم يتوقف، يعني من فضل الله أمس كرمت كأفضل برنامج هادف بمهرجان صدى رياضيين بالنجف الأشرف. استاهل. هذا يعطيني دافع أنه ما ذكرت كورة اللي يكرم وياك، يعني عنصرية وانحياز لبرنامجك؟ لا والله أنا شفت أحمد العطواني بس كبرنامجكم كرم تستاهلون أنتم أصحاب القدح المعلى والجوائز الكثيرة، هذا شيء معروف عنك علي سالم وبرنامجك كرة. أنا سألتك هذا السؤال لأن حمزة القريشي ما تقدم برنامج يومي، ما لك خلق. يعني هو شوف، احنا قناتنا تختلف عن باقي القنوات، قناة اخبارية سياسية اخبارية اخبارها مهمة ورصينة وتتابع.